اهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب حوالي سؤالي الجاي، مصطفى فتحي في بيراميدز مكمل مع بيراميدز ولا مع الاهلي؟ الحمد لله انه مش امام عاشور. الحديث تولى امام عاشور في الوسط الرياضي. مصطفى فتحي كريم، خلينا اجزم لك كده 90% مفيش اهلي في القصه. انا اللي انا عارفه ان التعاون بيزايد في القصه وبيحاول يسخن الانديه المصريه عشان يحاول يحقق اكبر عائد. التعاون عنده علم كبير جدا ان مصطفى فتحي لن يصبح لاعب في التعاون السنه الجايه، حتى وهم عندهم عقد ويمتلكوا عقد اللاعب، اللاعب مش هيسافر ينضم لمعسكر التعاون السعودي في هولندا. فالنادي بيشوف الحل الابسط والامثل ان هم يبيعوا امام عاشور، فبيحاولوا يفتحوا عليه المزاد. اللي انا عارفه ان ممكن يكون في اهتمام من النادي الاهلي، ولكن لم يرتقي لمخاطبات رسميه. الاستاذ سليمان الفهد، تمام، المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون، لاحد اصدقائي على الواتساب، زملائنا يعني في البرنامج، سالوا نص هل يوجد اي عروض من اي نادي مصري؟ فرد عليه وقال له عرضين، قال له اتنين من مصر، قال له ايوه الاهلي وبيراميدز واتنين من الامارات. يعني الاهلي عرض على التعاون انه ياخد مصطفى فتحي. هل بقى العرض كان جدي؟ هل العرض فيه متابعه ولا لا؟ بس الاهلي عرض على التعاون. عرض على التعاون، عشان بس النقطه في ايه، انه الكلام دلوقتي كمان في نفي انه الاهلي ما دخلش في الصفقه اصلا. الاهلي عرض على التعاون ياخد مصطفى فتحي. كمل بقى في القصه دي ولا ما كملش؟ يكون يعني مفاوضات شفهيه كده، اهتمام زي ما انا بقول لك اهتمام، لكن انا بقول لك مش مكتبات رسميه، يعني مفيش خطاب رسمي من راح للتعاون من النادي الاهلي انا عايز مصطفى فتحي. مصطفى سعيد جدا في بيراميدز، بالمناسبه مصطفى لا يرغب ايضا في العوده لنادي الزمالك، وده اللي يعني اللاعب تم استطلاع رايه وتحب ترجع الزمالك، قال لا انا مبسوط في بيراميدز. الامور في بيراميدز يا كريم مستقره، الدنيا افضل، نادي مستقر ماديا، امور ماليه جيده، ما فيش ضغوط، ما فيش هناك اجواء سعيده جدا، فشايفين ان الامور بالنسبه لهم افضل. خلاص مصطفى الامور خلال اليومين الثلاثه الجايين دول ممكن بيراميدز كمان يعلن عن استمرار مصطفى فتحي وتفعيل بند الشراء، ومصطفى مكمل الموسم الجاي في بيراميدز. دي قصه مصطفى سريعا يعني. حلو، ده مصطفى فتحي.